مشاهدينا اهلا بكم، وحنا في هدأتنا كنتواجدوا بهذه البلاصه يعني السطح. فين كاريه هاد السيده؟ ما كاريهش بيت ولكن كاريه برا ديال السطح. سداري ها هو فين غادي تنعس. هاد السيده كانت عايشه هي برجلها، كان كاري ليها، عايشه الحمد لله بخير وعلى خير، عندها واحد الوليد كتقري في الخيريه لان ما عندهمش الامكانيات، المهم عايشين وغاديين مع الوقت. قدر الله ما شاء فعل، الزوج ديالها تعتقل. جات عندها مولات الدار فين كانوا كاريين، قالت لها مني راجلك دابا تشد، انت ما غاديش تخلصي ليا الكرا، خرجي في حالك. خرجت في حالها، جات غير الجيران اللي وقفوا معها وقدرات انها تلقى هاد السطح. راه برا ديال السطح ها هي التواليت كيف كتشوفوا، برا ديال السطح كراتو، باقي ما عرفتش شحال كراتو. واليوم هي كتقول لك من نهار الزوج ديالي تعتقل عندي وليد، باقي يلاه حنا في بدايه الموسم الدراسي، باقي ما ديتوش الخيريه باش يقرا داخلي، الخيريه باقي ما عطاوناش امتى نديوه، امتى نديو الوليدات مع كورونا. انا كنبغي نمشي نخدم باش نقدر نعيش انا وولدي وهاد الوليد اللي في الكرش ديالي، هي على مشارف الولاده. بغيت نقلب على خدمه، كنمشي ملي كنلقاو كرشي لفمي كيقولوا لي لا ما يمكنش نخدموك، انت يا واحله في راسك، صعيب الحال، الميناج والثقل ما يمكنش. وهي حاليا اليوم هذه 15 يوم باش وقع لها هذا الشيء، يعني باقي هذا الشيء جديد، 15 يوم باش تعتقل راجلها، 15 يوم باش خرجاتها مولات الدار، وهي دابا كاريه هاد السداري برا السطح. راها يعني من هال راه كيف كتشوفوا، يعني ما كاين حتى شي حاجه، لا قصديره حتى شي حاجه مغطيه هذا البيت. وهي اليوم بغات توجه نداء للمحسنين القلوب الرحيمه انهم يتعاونوا معها على وجه هذاك الوليد الصغير وهذا اللي في كرشها، ان شاء الله تولد على خير باذن الله تعالى. السلام عليكم اختي. قبل ما نعطيك الميكرو نقول الرقم ديالها، الرقم ديال السيده 06 05 23 37 71. 06 05 23 37 71 هذا هو الرقم ديال السيده للمساعده. السيده ما عندهاش تطبيق الواتساب، فاللي بغى يتساعد معها يتصل بها مكالمه عاديه. وكنتمناو يعني الله يتقبل جميع المحسنين اللي غيتعاونوا مع هذه الحاله اللي فعلا كتحتاج المساعده. السلام عليكم. واخا اختي السلام عليكم. واخا اختي انا كنوجه نداء لخوتي المحسنين انهم يتعاطفوا معايا ويشوفوا هاد الحاله ديالي، راه لحني الله رحمه المجتمع ديالنا ما كيرحمش. انا دابا راني واصله لست شهور دابا هي في الحمل ديالي، وتا الطبيب عمري باقا ما شتو كيدير. فين ما كنمشي لسبيطار الحومه ولا هذا كيقولوا لي سادين ما كاينش، ما عندناش امكانيات. وانا دابا ولدي دابا غادي يدخل الدخول المدرسي، ما عنديش كي غادي ندير. مولات الدار خرجتني، كنخلري في الخيريه، مولات الدار ما رحمتنيش، ولقيت واحد السيده هي عطاتني هنا فين نسكري، كاريه لي برا ديال السطح، كاريه ليا ب 8000 ريال. واخا شنو الظروف اللي دخلاتك يعني تجري عليك مولات الدار؟ مول الدار وقع لي مشكل وتشد صافي، ومولات الدار خرجتني، راجلي تشد ما رحمتنيش مولات الدار. ودابا انا واحله والظروف، ولدي غير هاد السيده لقيتها مسكينه، واحد السيده جارتي كتعاطف معايا وداك الشيء. ولدي انا لا فطرته وما كنلقاش باش نغديه، ملا غديته وما لقاش باش نعشيه، والمجتمع ديالنا ما كيرحمش، حتى واحد ما كيرحم. وانا دابا بغيت نمشي نخدم وكرشي لفمي اللي مشيت عنده كيقول لي لا 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 ما يمكنش ما يمكنش. وقسما بالله الطبيب عمري ما شفتو كيدير، من نهار بدا هاد الوباء كلشي البيبان تسدو، ما كاين فين غادي تخدمي، ما كاين والو. وانا كنطلب من الله وخوتي المحسنين انهم يتعاونوا معايا، الله اللي غادي يجازيكم هادشي اللي كاين اختي. ولدك شحال في عمره؟ ولدي دابا راه غادي يطلع للرابع، عنده 10 سنين دابا. باش هي الكسوه ما كنلقاش، ما كنلقى والو. هو دابا من باش غادي يدخل، ما عندك باش شدي، ما عندك حتى درهميه الاخرى ما عندك في جيبك. ودابا المجتمع ديالنا كيف كتعرفوا مصباح الفقر لا ضوء له، المجتمع ديالنا ما كيرحمش، حتى واحد ما كيرحم. ما عندكش عائلتك؟ اختي خوتي بعاد، وخا يعاونوك خوتك شحال قدهم شحال قدهم. انا بغيت دابا الناس المحسنين غير يتعاطفوا معايا، غير حتى نولد وديك الساعه يكون خير، غادي نقدر نخدم على راسي ونكون راسي. اما دابا حتى شي واحد ما كيشوف فيا، اللي كنمشي عنده كيقول لي كرشك لفمك ما يمكنش لك تخدمي. هي 15 يوم ما كنشوفش الناس، ما كنشوفوش.
تقلبات حياتك صافي، مني كيمشي مول الدار كيمشي كلشي، كلشي البيبان تسدو في وجهي. ملي جيت عندك كنتي كتبكي ومازال كتبكي ما كنسكتش من البكا دي يا حياتي ديما، حيت كيفاش غادي تخرج لك الضحكة؟ كيفاش غتضحكي وانتي عايشة مقهورة؟ كيفاش غادي تضحكي؟ انا ماشي مشكل، انا كنشوف غير ولدي دابا، قسما بالله انا ما كدبش عليكم، فكرت انني انتحر هاد الظروف، ولكن كي غادي ندير لهادشي اللي في كرشي ولدي غيبقاو يحاسبوني، وما ما دربهم ساكن حتى شي حاجه. ولدك حتى هو كينعس مع كينعس هنايا منو، يعني ما كيلصق لا حتى شي حاجه، كتنعسو هنا. انا جارتي قهرتها مسكينه، هي اللي كتعاطف معايا، هي كلشي، ولكن حتى انا كنطلب من الله وخوتي المحسنين يتعاطفوا معايا، الله يجازيهم بخير. انت قلتي واحد الكلمه، قلتي حتى الاولاد نقد براسي، نقد براسي، تحس ما يمكنش عندك صحتك باش غادي تخدمي؟ دابا اللي دقيتي الباب، اللي دقيتي كتبغي ديري الميناج، كيقول لك كرشك لفمك، ما عندكش كي غادي ديري. الرقم ديالك الرقم ديالي 06 05 33 37 71. عاودي 06 05 33 37 71. كيف تبعتوا معنا مشاهدينا، كيف تبعتوا معنا مشاهدينا نداء سيده يعني عندها 6 شهور دابا في الكرش ديالها، عندها وليد عنده 10 سنين كيقرا في الرابع، شاءت الظروف ان الراجل ديالها يتعتقل هذه 15 يوم، خرجاتها مولات الدار من المحل اللي كانوا كارينو، قالت لها راجلك تشد انت ما يمكنلكش تخلصي الكرا، ها هي جات كرات هاد البلاصه فين كتنعس دابا ب 400 درهم في الشهر، يلاه كراتها برا ديال السطح، لان بحكم هاد البيوت عامرين يعني مكريين برا ديال السطح كارياه. هي وجهات النداء لجميع المحسنين، قالت لك انا كنتمنى اللي يعاونني غير حتى نولد وانا نقد براسي وانا نمشي نخدم في قهوه في دار في ما خدمت، المهم غنعيش ولادي. عندها واحد الوليد عنده 10 سنين كيقرا في الرابع، على حسب ما قالت لك كيقرا مزيان، كيقرا مسكين في الخيريه، ماشي عيب القرايه في الخيريه، ماشي عيب ان الوالدين ما كيقدروش مازال على وليداتهم، راه كيمشيو للخيريه كيقراو كيشوفوهم مره في الاسبوع، يا كتزوروهم كيزوروهم مره في الاسبوع، يعني الحمد لله. المهم الانسان يقرا، وشحال من واحد قرا في الخيريه وتبارك الله حصل على شواهد عليا وتوظف الحمد لله، وكنتمناو الخير والنجاح للجميع. يعني ولدها لحد الساعه باقي ما داتوش الخير، باقي ما اتصلوش بهم، واش غيقريوهم واش غتكون دراسه، يعني حتى هي ما عرفاتش كيفيه الدراسه وحنا في جائحه كورونا بالنسبه للخيريه. قالت لك الكسوه ما كاسياش حتى شي حاجه، ما درتها لولدي من نهار اللي تعتقل الاب ديالو، وانا يعني بحال حارت في حيره من الامر ديالها، كتطلب اليوم المساعدة، ناشدات المحسنين أنهم يتعاونوا معها، أنهم يساعدوها غير حتى تولد وتفك إن شاء الله على خير وبخير، وديك الساعة غتوقف برجليها وهي غتهز وليداتها. الرقم المساعدة 06 05 33 37 71، 06 05 33 37 71. هذا هو الرقم ديال السيدة المساعدة، ونأكد أن راه ما عندهاش تطبيق الواتساب اللي بغا يتصل بها، خاصة هذا النداء كان وجهه للجالية المغربية، لأن كنعرفهم كيتصلوا بالحالات اللي محتاجه المساعده عبر تطبيق الواتساب، يتصلوا بها مكالمه عاديه. مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في امان الله، الى اللقاء، والله لا يضيع اجر المحسنين.